ابو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا اطعم لحم بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. ابو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمه مخصوصه لزبايننا الغاليين، والاوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 امام مسجد المجمع الاسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع اكتوبر الحي الاول خلف سنتر الامل عمارة اجيال، تليفون 012-77-80-45-53. ابو عبد الله الجزار اطعم لحمة واحسن اختيار. ابو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا اطعم لحمه بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. ابو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمه مخصوصه لزبايننا الغاليين، والاوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 امام مسجد المجمع الاسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال، تليفون 012-77-80-45-53. أبو عبد الله الجزار أطعم لحمة وأحسن اختيار. أبو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا أطعم لحم بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. أبو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمة مخصوصة لزبايننا الغاليين، والأوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 أمام مسجد المجمع الإسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال، تليفون 012-77-80-45-53. أبو عبد الله الجزار أطعم لحمة وأحسن اختيار. فرجعنا لكم بعد الفاصل ومع الحاج ابو عبد الله الجزار النهارده. ما شاء الله اللحمه منورانا. ده انت والله اللي منورني والله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بس تكون عقبال ان شاء الله كده ما نطلع بقى في رمضان ونعمل لهم حاجات حلوه كده ان شاء الله في رمضان وان شاء الله وفي العيد الكبير برضو ان شاء الله برضو كده ان شاء الله. طبعا انتوا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن انواع اللحمه وازاي ان انت تفصصي حته حته من الفخذ. فخلينا بقى نكمل النهارده كده، جايب لنا ايه ولا هنتكلم عن ايه؟ طب احنا النهارده بقى احنا طبعا احنا شرحنا الفرق للحلقه اللي فاتت، قلنا مكونات الفخده اللي هي الموزه وفرخه موزه والشفاخده والسمانه وعرق تريبيانكو والكولاطه وظهر الفخده. تمام. فاحنا النهارده جبنا وش الفخده. عبد الرحمن ده الشفاخده. نورنا عبد الرحمن. نعم منورنا النهارده. الله يخليك يا استاذ. طب ده وش الفخده كده، ده زي ما هو سليم، ده الشكل بتاعه، دي الخاصيه بتاعت الوش الفخده، وده وش الفخده كامل كده. فاي حد هيشوف بالشكل ده كده هو ده وش الفخده اللي بيطلع منه البفتيك. لما نيجي برضو نقول مثلا عاملين النهارده انا عايز بفتيك وعايز كباب حله وعايز مفروم وعايز بكاتا وعايز حواوشي اللي احنا هنستخدمه برضو النهارده وهنعمله. فنقول له خد وش الفخده على بعضيه كده سليم، ده الشكل حته كامله كده. ده الشكل بتاعه. وست البيت بقى هي تقطع ده برحل. هيبقى اوفر كمان. انا النهارده لما اروح عند اي حد اقول له هات كيلو بفتيك هيقول لي كيلو ب 160 ب 170 ب 150 هيقول لي كده. انا ممكن اخد وش الفخده ده على بعضه كده ممكن اخده ب 120 ب 130. عرفتي احنا النهارده او احنا معاكي حلقات كتير هنعرفك ازاي ان انت تقتصدي في بيتك صح مع ابو عبد الله الجزار. بالظبط كده. هنقتصد في اللحمه. هنقتصد كده ان هو مثلا طبعا ده هيبوظ انا حاجات كتير في شغلنا كتير، بس مش مشكله احنا برضه ان ندي معلومه للجمهور. ايوه احنا في بنات حوا لازم ندي كل المعلومات. هناخد وش الفخده بقى سليم على بعضه كده، هطلع منه البفتيك، هطلع منه كباب الحله، هطلع منه البكاته، هطلع منه المفروم، وهاخده بسعر اقل لما اخد الكتله على بعضيها وافصل ويبقى حاجتي قدامي عملت بيها كل حاجه.
تعالى يا عبد الرحمن بقى كده فصل لنا وش الفخده ده كده، فصص لنا بقى كده لان وش الفخده برضو الجزار الصغنن ده يعني وش الفخده بيتكون من ايه؟ من حاجه اسمها غطا وش الفخده اللي هو ده كده. ده غطا وش الفخده ده استخداماته ايه؟ ده ممكن يبقى مفروم، ممكن يبقى كده بحله برضو عادي، بس دي بتبقى ايه؟ خشنه شويه الحته دي يعني؟ شويه فدي ممكن نخشها في المفروم. في بقى حاجه ثانيه وش الفخده ثاني، في حاجه اسمها صباع وش الفخده، هنطلعه بقى يا عبد الرحمن. صباح وش بنتكلم النهارده بنكمل يا جماعه الحلقه اللي فاتت عن اللحمه البقري، صح يا ابو عبد الله؟ بالظبط كده. اللحمه البقري الكندوز ده صباع وش الفخده بيطلع كده، ده صباع وش الفخده عشان برضو ايه دي انعم حته برضو في وش الفخده اللي هو الصباع ده كده، دي اللي هي اللي واصله مع الفليتو دي كده. خدي بالك وانت بتقطعي كويس، شوفي ابو عبد الله بيقطع ازاي عشان تعرفي. يا رحمن وش الفخده بقى خلاص كده قولي خلاص. ده صباع وش الفخده، ده بيتعمل منه صباع وش الفخده بقى. ده ممكن يتعمل منه بوفتيك، بس هو الافضل عشان حته لحمه ناعمه بطلع منه بيكاتا، لان بص لحضرتك بص كده حته اللحمه كده جميل، يطلع منه بيكاتا، تطلع منه البيكاتا اللي هي على قد استخدامها في الشط. بالظبط كده. يعني ممكن وش الفخده اطلع منه مثلا اخد الصباع ده ممكن اطلعه بيكاتا، ممكن اطلعه بوفتيك، اطلعه كده بحله، هي حته لحمه حمراء وناعمه. قطع لها كده حتتين كمان كده، يبقى انا اطلع مثلا عشان ست البيت تتفرج. ايوه تمام. هي طبعا البيكاتا بتبقى ادخل من البوفتيك شويه. يعني البيكاتا بتبقى ادخل من البوفتيك شويه، عامله زي الستيك كده واقل من الستيك كده شويه. فالافضل ليها مثلا لو انا حد كست البيت باخد وش فخده بطلع، عايز اطلع بكاتا اطلعها من الصباع وش الفخده، عايز اطلع برده كباب حله هطلع منها برده كباب حله، هتتقطع معايا برده كباب حله عادي هتطلع معايا. وانا برده في عايز حاجه اوصلها برده لجمهورنا، ان انا مثلا وانا بنضف اللحمه دي كده اي حاجه بطلعها دي كده لها استخدامات ثانيه، انا مش هرميها، هستفيد منها. اعتبري نفسك ان انت جزار في البيت. بالظبط، دي جزار في بيتي، حاجتي وهستخدمها كل حاجه. هطلعها مفروم، لو عايز اعمل كفته هتطلع معايا كفته، عايز اعمل حواوشي هتطلع معايا حواوشي، عايز اعملها اصنعها اي حاجه انا عايز اصنعها بايدي الاستخدامات. طبعا بس طبعا الكفته ليها نسبه في نسبه الفات بتاعها ونسبه الدسم بتاعها لها نسبه معينه، لكن اكتر حاجه بتخش فيها الدسم بقول الحواوشي. تمام. فدي يبقى معانا كده قطعنا منها البوكاتا، ممكن اقطعها بوفتيك، هقطعها رقيق شويه خالص كده، وطبعا هي بوكاتا البوفتيك وبتدقي بقى. مشكلتنا بقى البوفتيك ده ولا مشكله ولا حاجه. قول لي ست البيت تعمله ازاي؟ هتعملوا ازاي؟ دي عايزه حلقه تانية بقى عشان نتبلها لها ونسويها لها. طيب خلينا اللي هي مصنعات اللحوم والحاجات دي ان شاء الله نعمل حلقات مصنعات اللحوم. دلوقتي انت قطعت ايه؟ دي الايه؟ دي مثلا بوفتيك. بوفتيك. بس طبعا دي بتدق شويه طبعا. تمام. يبقى احنا عملنا من القطعه دي بكاتا وعملنا بوفتيك. بوفتيك. طبعا هتقطع على حسب ما هي ايه؟ استخداماتها بقى، استخدامها في الشهر هي عايزه ايه؟ بالظبط كده. تمام. عندي بقى حطها لنا هنا كده الحتتين دول كده. تمام. ماشي. اعمل ايه تاني بال ابن الوز عوام ما شاء الله عليك، الله اكبر. بص نضف لي بقى وش الفخده خلاص كده بقى كده. طبعا انا عندي الحاجات دي اللي طلعت مني دي كده، انا هعملها ايه؟ هستخدمها ايه؟ اي حد ممكن يبص على الشكل كده يقول لا انا هستخدم ده حواوشي. افضل حاجه انا هفرمها زي ما انا برده كده، عايزين برده نسوي لهم حواوشي النهارده برده كده لجمهورك. انا عايز اعمل حواوشي، ما عنديش فرن، ما عنديش شوايه. هعمل حواوشي، هجيب الطاسه دي كده و حواوشي ابو عبد الله الجزار يا جماعه حاجه فوق الخيال. انا دقته برضو. معلقه زيت بسيطه كده بس وخلاص كده. بيحسدوني يا ابو عبد الله عشان على ايه بس ست الكل؟ المره اللي فاتت اكلت سجق والنهارده هناكل حواوشي. انت لسه هتاكل حاجات كتير قوي. ده احنا معانا هتاكلي حاجات كتير قوي. بص انا حطيت بقى كده، انا ما عنديش مثلا. طبعا كل ست بيت بتحب الحواوشي واولادها اكيد بيحبوا الحواوشي، فخليكي معانا عشان تعرفي الحواوشي ده ممكن تاخدي انهي حته من اللحمه دي. انا باخد ترويق اللحم ده كله، لان هو لان الحواوشي من غير الدسم ده مش هيبقى حواوشي. ما يبقاش حلو. فانا باخد بقول للجزار هات لي الحاجات دي افرمها لي، بصلتين وكام قرن فلفل وملح فلفل اسمر. ممكن افرمها في بيتي ما اكيد عند بالظبط كده. الحواوشي الحواوشي معروف، هو بياخد بصل بزياده، بياخد فلفل بزياده، حامي او حار، كل واحد يعني حسب استخداماته. بعمل بفرم الحاجات دي كلها وبعمل حواوشي، بس انا برضو بتكلم في تسويته. في حد بيقول لك انا ما عنديش الفرن، او بدخله الفرن بيطلع معايا طري وما عنديش شوايه فحم يعني ناشف. احسن طريقه كمان ناشف للحواوشي، انا جبت واللي عندكم ال تفاهم ولا مش؟ لا شغال. طيب انا جبت حطيت بس معلقه سمنه او زيت حسب استخدامه. مش مشكله. بجيب رغيف الحواوشي طبعا، بعبي الرغيف وبحط الرغيف كده 5 دقائق بالظبط كده هيستوي معايا وهيبقى يحمر معايا، ده الحواوشي بتاعي.
وهقلبه الناحيه الثانيه برضه هيستوي معايا خلاص. احنا بنحطه في الفرن ونقعد نستنى؟ لا لا لا، انا هجيب الطاسه التيفال دي اللي بحمر فيها بطاطس، بعمل فيها اي حاجه خالص، بحطها فوق البوتاجاز. طب معلش سؤال بقى، النوع اللحمه بيختلف طبعا في الحواوشي ولا عادي انا ممكن اي لحمه اي لحمه حمراء والحاجات اللي انت قلت عليها دي هيشغال؟ بس اهم حاجه الشغط اللي هو ما يكونش فيها عروق، يعني الدسم ده بيتحط بنسب. يعني انا لما احط دسم على الحواوشي انا ممكن احط 25%. اللحمه نفسها، ما هي اللحمه، اي لحمه، اي نوع لحمه هتمشي، اي حاجه يعني اي قطعه من اي قطعه لحمه اللي بيديني اي قطعه من الفخده عادي، اي قطعه، بس بس انا بختار القطع الناشفه افضل، يعني اللي هي الخشنه. طب انا دلوقتي لو انا مثلا جبت حته من انت بتقول وش الفخده دي ماشي، وركنت مثلا شويه الحاجات دي وجبت نوع تاني من اللحمه تاني وبرضه طلع يعني اي نوع تاني جبت طلعت منه حاجات تانية، اي قطعه اي قطعه، انت قلت في خشن وفي ناعم والكلام ده، فانا بقعد احوش احوش. طيب عادي لما يتفرم عادي في المصنعات اعمل انا ادور على اخشن حاجه وافرمها، لان كده كده يعني خشن مع ناعم اللي انا اقصده كله هيمشي طالما اتفرم معايا دخل في اللحمه وكده النسيج بيتقطع بيتفرم عادي. يعني انا انا احوش واعمل لهم بقى احوش الحاجات دي عندي بدل ما ارميها، وبدل ما اسيبها عند الجزار ما هو الجزار كده كده هيستخدمها مش هيرميها، هيعملها مصنعات لحوم بالظبط كده. ما هو كده كده، بس انا طب انا حتى استفيد بيها على الاقل، انا عرفت قطعه اللحمه اللي انا واخدها ايه، هاخدها اقطعها عندي في البيت اخليه يروق لي خلاص، انا باكل لحمه حمراء خالص خلاص، يبقى انا الفات اللي بيطلع ده كله انا هستخدمه، هاخد حته اللحمه دي بالدسم بتاعها بدل ما لهاش عندي اي استخدامات هاخدها هفرمها وبصلتين مع فلفل هستخدمها بقى اعملها حواوشي ده اللي زي اللي احنا بنعمله مثلا ده النهارده كده. تمام، فدي كده قلنا استخدامات وش الفخده. طلعنا بقى بيكاتا وطلعنا ايه تاني؟ وطلعنا بوفتيك. البوفتيك برضو هنا بص ده وش الفخده بقى اللي ايه ما شاء الله يا عبد الرحمن خليتها حمراء. خليها حمراء، كل اللي طلع ده بقى كده هو ده اللي انا هستخدمه بقى، بدل ما ده عند اي حضرتك بتروح عند اي جزار بتقول خلاص انا مش عايز الحاجات دي، لكن لو انا خدت دول كده وفرمتهم هو ده الحواوشي بالنسبه لي. شفتوا بصوا الموضوع بسيط ازاي، يعني احنا بنات حواوشي بنعلمك تقتصدي في بيتك. انا كده ما رميتش حاجه، بصوا يعني كل الحاجات دي الجزار بياخدها علشان بناخدها وبنستخدمها، بس انا بقول لحضرتك بقى طب ما انت استخدمها في بيتك. يعني انا لما اجي ابيع البوفتيك عندي النهارده هبيعه ب 150 جنيه مثلا. طب انا ما اخد وش الفخد على بعضه كده هاخده ب 120 ب 130 هطلع منه البوفتيك الاحمر والبكاتا واطلع منه كباب الحله واطلع منه المفروم ماشي، واي حاجه هتطلع اللي هو ده كده انا هستخدمه مصنعات لحوم. خلينا معانا اتصال كده، معانا اتصال معانا حد من متابعينا كباب عبد الله. الو الله دواء حد صغير. الو ايوه معلش مين اسمك ايه؟ اسمي محمد عادل. محمد؟ أوه. عندك كم سنة يا محمد؟ وطي طب التلفزيون شوية. وطي التلفزيون يا محمد. ابتدائي. أنا ابتدائي يا حبيبي. قول لنا عايز إيه؟ حبيبي. قول لنا عايز تسأل على إيه؟ لا عايزه مكرونه بالبشاميل. عايز ايه؟ مكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل؟ طيب خلينا مكرونه بالبشاميل في حلقات ثانيه يا محمد، واحنا النهارده بنعمل حواوشي. يا محمد انا جزار يا محمد. احنا بنعمل حواوشي النهارده، خلينا نمشيها طريقه الحواوشي. ماشي، هنقول لك طريقه الحواوشي. شكرا يا محمد. عايز طريقه الحواوشي يا محمد؟ قول لنا قول لهم هنجيب كيلو لحمه. لو انا هعمل حواوشي بقى خلاص انا هقول له هات كيلو لحمه وهات ربع كيلو من الحاجات الدسمه دي كده، وهجيب له نص كيلو بصل بصلتين ثلاثه مع ربع كيلو فلفل حامي او على حسب الرغبه حسب الاستخدام وبيتفرم وملح وفلفل اسمر بس، يعني ملوش مثلا توابل معينه للحواوشي. طالما اللحمه نظيفه كويسه ملح وفلفل اسمر بس. تمام، كتر التوابل ده يبقى انا بدار عيوب. النقطه بقى المهمه دي. ان يعني احنا بنلاقي حواوشي مليان، اي منتج بتاخديه بتلاقي فيه كميه التوابل دي كده فتعرفي ان ده انا عشان اداري عيوب عندي. لكن هو في الطبيعي في اي مصنعات لحوم هو الملح والفلفل الاسمر بس. لا وعندك انت مفيش توابل. انا لا انا عندي هو ملح والفلفل الاسمر بس، شفت انا بنفسي يا جماعه. لا ملح توابل عند ابو عبد الله وكل حاجه طبيعيه. احنا ما عندناش ما جبناش معلقه للبتاع، فمعلش احنا بقى هنعملها بالسكينه بقى. شوف بقى الحواوشي شكله عامل ازاي. مفيش منديل يا عبد الرحمن، ما عندكش منديل.
معانا اتصال الحاج عيد من مرسى مطروح. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك، ازيك يا مازن؟ اهلا وسهلا بحضرتك، منور بنات حواء. الله يخليك، تسلمي، منوره والحاجة والله يخليكي ومنوره، والحاجة ابو عبد الله منور برضه. تمام، ربنا يخليك. سؤالك ايه؟ والله انا يعني انا بسال الحاج ابو عبد الله على ان مثلا تتعامل من اللحمه الضاني اللي هي ايه، الحواوشي يعني، الحواوشي والمفروم والحاجات دي يعني. ما الضاني هيبقى مكلف قوي، هيبقى دسم قوي. انا لو خدت كيلو لحمه كندوز، لو انا عايز اعمل كفته ضاني، مفيش حاجه اسمها كفته ضاني. مفيش حاجة اسمها كفتة ضاني، أي حد يقول لي كفتة ضاني ويقول لك أنا ببيع كفتة ضاني ب 300 جنيه، مفيش الكلام ده. أنا عشان أفرم كيلو مفروم كفتة ضاني صح، هيعدي معايا 400 جنيه. لأن الضاني معروف بعظمه، معروف بنسبة الدهن اللي فيه كتير عالي قوي. أما أنا لو جبت كيلو لحمة حمراء بقى، أيا كان بقري جاموسي أيا كان نوع لحمة حمراء، وخدت 100 جرام بس من الضاني، أيوه خلاص ال 100 جرام دي بتطغي على ال 900 جرام التانيين دول كلها، خلاص بقت باكل كفته ضاني، باكل بقى الحواوشي ضاني، فهي 100 جرام بس. عشان عاوز الطعم بس، انا عايز الطعم بس من الضاني. اما انا عشان عشان اجيب خروف النهارده واجيب فخده ضاني مثلا الكيلو بتاعها ب 150 جنيه او 140 جنيه واشفيها عشان اطلع منها اللحمه بس كده، الكيلو هيعدي معايا ال هتحرق. لا ما اتحرقش. لا طيب معانا اتصال تاني. معلش، ده الحواوشي بتاعنا كده. سؤال طريقه الكفته على السيخ. طيب في حد بيسال عايزين طريقه الكفته على السيخ. كفته بتتعمل ازاي؟ انهي قطعه من اللحمه اهم حاجه؟ اي كفته لازم تبقى حته اللحمه بتاعتها زي ما قلنا لازم تكون خشنه. تمام، يعني ما ينفعش ان انا اجيب مثلا، مش إن انا مثلا كحد انا الحاله الماديه معايا مستريح ممكن اقول له هات لي فليت وفرمول اعمل له كفته. لا، مش الفكره في غلو اللحمه ونوع اللحمه. انا عايز قطعه لحمه تكون خشنه، يكون النسيج بتاعها خشن عشان تعمل عرق معايا. تمام، اللي هو العرق ده اللي هو يبقى ده للكفته مخصوص. للكفته بس. ليه الناس النهارده بيقول لك بعمل كفته بجيب لحمه جملي؟ ليه بجيب كلمه نوع الجملي؟ عشان الجملي معروف ان هو ده بياخد سوى النسيج بتاعه اشد من الكندوز. فانا لما اجيب حته لحمه لازم اختار القطعه الخشنه. في الكندوز بقى اجيب ظهر الفخده اللي احنا برضو شرحناه المره اللي فاتت، قلنا مثلا ظهر الفخده، الفخده كلها ما فيهاش قطعه خشنه غير ظهر الفخده. تمام، واحط بقى معاها ايه، بصل ولا احط معاها ايه برضو ولا اعمل ايه؟ البصل، الكفته المفروض يعني بصلايه واحده على كيلو. البصل بصل ولا ميه البصل ولا لا انا احط التفل بتاع البصل. تفل، ميه البصل دي في التتبيله. تمام، لو انا عايز اتبل كباب او عايز اتبل حاجه انا بحط ميه البصل بس. تمام، اما في الكفته لا، انا بسيب الميه خالص. الميه دي انا بعصر البصل بتاعي كده، يعني عملته في في الكبه او كده مثلا، مش مفرمه. تمام، بجيب البصله بصفيها من الميه خالص. تمام، اخليها الميه دي ممكن استعملها في تتبيله، استعملها في اي حاجه تانية، واخد التفل بتاع البصل بس. تمام، اخد البصليه دي التفل بتاعها على الكيلو اللحمه على 150 جرام او 200 جرام دسم زي كده، ويتفرم وشين او ثلاثه. تمام، في الكفته بالذات لازم تاخد اكتر من وش، وعشان اصبحها كويس لازم تتولف كويس، اللي هو بعجنها كويس. معلش انا قلب بس الحواوشي. طيب معانا اتصال تاني. طيب معانا اتصال. مي، معانا مي. الو الو، اهلا بيكي، وطي التلفزيون شويه يا مي. معلش قولنا سؤالك ايه. انا بس كنت عايزه اسال ابو عبد الله الجزار، كنت عايزه اقول له هي اللحمه الحلوه اللي هي بتكون حمرا كده وناعمه طريه وما تاخدش سوا اسمها ايه؟ اللحمه الطريه الناعمه اسمها ايه؟ اللحمه الطريه الناعمه هتعمليها ايه؟ هتعمليها كباب حله ولا هتشويها ولا هتعمليها ايه؟ ما تاخدش سوا. اللي ما ياخدش سوا في العجل كله الفليتو بس، ده اختصاصه شوي او صينيه. اما السمانه في انا دلوقتي معانا فخده، انعم حاجه في الفخده الكولاطه. شكرا ليك والسمانة. يا مي. والسمانه. ابو عبد الله هيرد عليك. الكولاطه والسمانه. الكولاطه اللي هي دي كده، دي الكولاطه ودي السمانه، دول انعم حاجه في الفخده كلها، الكولاطه والسمانه. تمام، معانا ماشي، معانا اتصال تاني. ام ساجده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضلي سؤالك.
لو سمحت، هو الكباب لو راح عند جزار وعايز اجيب لحم الكباب، بتبقى من انهي نوع لحمه؟ ممكن اسال جزار؟ كباب. شكرا شكرا ليكي جدا. الكباب ما عنديش غير حاجتين، اه يا اما في الكندوز ما عنديش فلاش كباب غير الفليتو. الفليتو بس. يا اما في الضاني، يا اما البتيلو، غير كده ما فيش حاجه اسمها كباب غير البتيلو او الضاني. البتيلو يطلع اي قطعه فيه كباب، عشان البتيلو كده كده بيبقى عمره 40 يوم ويتذبح، ده بيرضع لبن بس، ودلوقتي ممنوع ده عامه يعني. في الضاني معروف ان انا الكباب بعمل كباب ضاني، يا اما الفخده يا اما الفخده بتبقى في الضاني، وباخد الرياش بتبقى رياش معروفه في الضاني. اما في الكندوز عشان اسوي كباب كندوز ما عنديش غير عرق الفليتو بس. تمام خلاص، يلا معانا اتصال تاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي عايزه اسال، الكفته ام رز احط قد ايه رز على كيلو اللحمه؟ تمام شكرا جدا لسؤالك. الكفته ام رز تحط قد ايه رز على اللحمه، على كيلو اللحم؟ الطريقه الصح للكفته الرز فعلا دي طبعا هي كل الناس كلها بتقول لك انا عايزه كفته رز، الناس بتختار اللحمه الجملي. هل بيختاروا اللحمه الجملي ليه؟ عشان اللحمه تبقى خشنه، عشان خشنه. لكن خليني مثلا في الكندوز، انا ما باكلش لحمه جملي مثلا، باخد القطعه الحمراء اللي هي الخشنه برضو اللي في الكندوز، اللي هي اسمها ايه؟ اخد ظهر الفخده، اخد الغطا بتاع الرقبه. طبعًا. اي قطعه لحمه ناشفه، اخد العنطره اللي بتبقى في العجل برضو، اي قطعه لحمه ناشفه وحمراء، ظهر الفخده ده اخده. اخد ماشي. كيلو اللحمه عليه نص كيلو رز. كيلو عليه نص؟ ما هو الرز ده لما بيتنقع بيزيد معايا. الرز ده لما بيتنقع بيزيد معايا. في الاجمالي خالص لو انا جبت كيلو لحمه ونص كيلو رز، الاجمالي خالص هيطلع هيعدي معايا ال 2 كيلو. ما شاء الله، يعني ده ست البيت. يعني انا هجيب بس الكيلو اللحمه بقى. عشان نوصل بس المعلومه، بس يعني نقول لهم مكونات مثلا كفته الرز ايه. كيلو لحمه حمراء ايا كان بقى. تمام. جملي كندوز اي قطعه كيلو لحمه حمراء. بجيب نص كيلو الرز، انا بنقع الرز بتاعي. بجيب مثلا بصلايه، وبجيب بقى الخضره بتاعتي اللي هي الشبت وبقدونس وكزبره، حزمه 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 كده، دي كل الناس برضه عارفاها. والثوم اهم حاجه في الكفته الرز. ثوم ولا بصل؟ بصل وثوم. بصل وثوم. انا اعرف بصل بس. لا بصل وثوم. والتوابل بتاعتها ملح وفلفل اسمر وكمون بس. وفي حاجه كمان بقى برضه معلومه جديده، ان انا عشان اعمل كفته الرز صح وما تتقطعش مني، في ناس تعمل كفته الرز لا ايه فتحت منها كده، هجيب شويه شعريه، 100 جرام شعريه او 100 جرام مكرونه، دي برضه معلومه جديده استاذ ما حدش يعرفها، اللي هي انا اجيب 100 جرام شعريه او مكرونه لان فيها نشويات عجينه بتسد معايا المسام ده كله، وتخلي ليهم كفته الرز بعد ما تتحمر اللون اللي هو الذهبي ده كده. مكرونه شعريه، مكرونه نيه، مكرونه نيه. ونفرمها معاها، تتفرم مع اللحمه مع الرز بعد الرز ما يتنقع. سر من اسرار ابو عبد الله في كفته الرز دي مهمه جدا لكل بيت مصري. طيب خلينا نكمل موضوع اللحمه ده. قلنا ايه، عملنا ايه، احنا عملنا إيه؟ مثلا قطعه دلوقتي، مثلا طلعنا مثلا قطعه ستيك اللي هي من صباع وش الفخده، لان وش الفخده بيتكون من حاجه اسمها غطا وش الفخده، وفي حاجه صباع وش الفخده اللي احنا قطعناها ده كده، ده اللي هو ده انعم حاجه في وش الفخده صباع. الغطا ده ناشف شويه، هطلعه ممكن في الخضاره، ممكن اطلعه مثلا لاعمله شاورما، افرمه بقى اطلعه اي حاجه. عندي بقى الكتله بقى اللي هي ايه معروفه الناس كلها عايزاه، وش الفخده اللي هو بتاع البفتيك او كباب الحله. انا عندي مثلا ده وش الفخده اهو احمر خالص اهو، دي كباب حل. انا ممكن بقى اطلع دي مثلا كده، هاي كده اقطع بفتيك. بفتيك عندك بكام؟ بفتيك عندي سؤال محرج. 140 150 بس بنعمل عروض برضو العملاء. هي اللحمه رفعت عامه برضو، معلومه برضو، اللحوم بقت في ارتفاع جامد يعني. سمعت. بس احنا برضو اسعارنا زي ما هي. قال لي بقى الرحمن الحواشي وعروض خاصه لبنات حو. يا ست كل احنا بنعمل اهم حاجه، بنعمل عروض لمصر كلها كمان كل يعني. اللي ليه حضرتك بنات حو. بنات حو اديله عرض فوق العرض. عينينا اي خدمه. عينينا ست الكل. ده ايه؟ ده البفتيك. بفتيك. ده البفتيك اهو طبعا. كام بقى؟ انت ما قلتش. 140 عندي. 140 150 مره بنزله 130 في ايام العروض يعني. انا بعمل كل جمعه عروض. بعمل عندي في المحل كل جمعه عروض كده، نستنى مثلا اول الشهر الناس تقبض بس فلوسها كده ونعمل لهم عروض. انا جيت قطعت لهم قطعه البوفيه دي كده. طبعا دي بقى بتتحط بقى، بيبقى كيس منديل تحت اللي هو كده. شوف يا عبد الرحمن كده الحواوشي. يا عبد الرحمن هو خلاص كده استوى. خلاص بقى طلعها، تعرف تطلعها ولا ايه؟
تمام حلو قوي. فشكل الحواوشي عامل ازاي بقى كده؟ حط بقى دي هنا بقى الطاسه ما شاء الله. وريني كده الحواوشي ده عندي هنا. عندي هات لي الطبق كله. ايوه ايوه عشان محدش ياخد منه. محدش ياخد منه. بص الحواوشي عملتيه في بيتك سهل جدا. بصوا وبسيط جدا. شكرا. يلا نكمل. انا طلعت بقى مثل كده دي وش الفخده بقى اللي هي القطعه الكبيره اللي انا بطلع منها. بطلع منها البوفتيك طبعا ده بيتدق وبيتعمل بوفتيك. تمام. عايز اطلع منها كباب حله. باخد اللحمه بطلع منها كباب حله. يبقى انا خدت برده كباب حله احمر خالص اهو. لازم كباب الحله يبقى احمر خالص كده والله ولا ممكن انا على حسب ذوقي بقى الاكل ازواق احط حته بينا كده الاكل ازواق. الاكل ازواق لكن عندي كباب الحله اهو. طب قطعه اللحمه دي ممكن احطها في الخضار؟ طبعا تمشي في الخضار. تمشي في الخضار. في الخضار. تمام. قول لنا اسمها ايه تاني؟ دي وش انا القطعه دي كلها الكتله دي كلها دي كده هي دي كلها وش الفخده. وش الفخده ده حالي بقى من ايه؟ من 5 كيلو ل 8 كيلو. حسب العجل وحسب وحسب وزنه. فانا النهارده مثلا انا ده عايز بخش عند اي جزار بقول له اديني كيلو بوفتيك يطلع لي كيلو بوفتيك اقول له هات كيلو كباب حله هات كيلو مفروم هات كيلو بكاتا. ممكن يجيب لي من كل حاجه من قطعه من قطعه شكل. انا بقى عشان وهيديني كل حاجه باسعار عاليه انا لما اروح عند الجزار ممكن اقول له خلاص انا طبيعتي اني عايز 5 كيلو 6 كيلو بس هنوعهم انا بطريقه ثانيه. اقول له اديني وش الفخده على بعضه. هاخد وش الفخده هطلع منه البوفتيك هطلع منه كباب الحله هطلع منه المفروم هطلع منه الشاورما هطلع منه اي حاجه انا هطلعها من قطعه وش الفخده. ماشي. بس ما عدا الشوي. بوفتيك ماشي. في حد عايز بس يسال عن بوفتيك؟ طريقه عمل البوفتيك؟ ماشي معلش قول لنا طريقه عمل البوفتيك. انا البوفتيك انا بصل وملح وفلفل اسمر بس. بس دي التتبيله بتاعته. بخليها مثلا ساعه كده مثلا في الثلاجه وطبعا في البيض والبقسماط او الفيجيتار وفي الزيت. بس بس طيب سهل يعني انا التتبيله بجيب بصله ببشرها وملح وفلفل اسمر برضه ده في التتبيله بتاعتي وبحطها طيب. في الثلاجه شويه مثلا ساعه ولا حاجه وبعدين في البيض وبعدين في البقسماط والفيجيتار وفي الزيت يتقل اكن بقى بني فراخ. عرفتوا؟ طيب خلينا بقى في كباب الحله ده. وش الفخده ده احنا قلنا ان احنا نعمل خضار عادي يعني ممكن تحط يطلع منه اي حاجه. وش الفخده هيطلع منه الخضار اللي هي كباب الحله الحمراء اللي زي كده. عايز اعملها بالدسم بتاعها ما كنتش روقت انا بقى وكنت قلت له اقطعه زي ما هو. بس انا بتكلم للعميل اللي هو عايز بوفتيك عايز بكاتا عايز كباب حله عايز شاورما عايز تراجانوف عايز اي حواوشي عايز حاجات من دي انا باخد وش وش الفخده. ممكن نقطع ايه تاني كده؟ ممكن نقطع شاورما. نقطع شاورما. انا اقطع شاورما لكل الستات ما بتعرفهاش. انا خلاص قطعت قطعه القطعه كده بقطعها شاورما بقى كده. يعني ممكن اخد البوفتيك ده من عند الجزار واعمله انا شاورما؟ خلاص. انا ممكن عشان الجزار ما يجيبليش اي قطعه وخلاص شاورما وخلاص لان ممكن الجزار النهارده اي قطعه لحمه انا مثلا دي قطعه يعني دي زياده عندي مقولوش اديني مقولوش اديني شاورما مقولوش اديني شاورما هات لي القطعه دي. هات لي القطعه دي اي قطعه اهي دي مثلا زوايد من اللحمه مثلا من التعطيه باخد القطعه دي كده اهي دي الزوايد اهي باخدها كده برده كده. طب هي في 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 حاجه مثلا ان انا اقطع عكس النسيج او مع النسيج او دي برده معلومه مهمه ده انت بقيتي جزاره. شفت بقى؟ بقيتي جزاره بقيتي جزاره دي عدت عليا انا كمان. شفت بقى؟ طيب انا دلوقتي ده وش الفخده بالطريقه دي كده النسيج بتاعه اهو لو الكاميرا جابت معايا هتلاقي النسيج ده شغال كويس. لو جابت النسيج معايا هتلاقي النسيج طولي اهو ورئيس التحرير شغال كويس. النسيج كده ايه؟ كده طولي. تمام. هل لو انا قطعت كده مع النسيج كده ده غلط. ركز لنا. ايوه ركز لنا في الحته دي قوي. النسيج طولي كده انا بمشي على ببص على حته اللحمه كده بلاقي النسيج بتاعها طولي كده طولي كده لما اجي اقطع كده مع النسيج كده ده غلط. لان خدت كده النسيج هتلاقي اللحمه هتبقى خشنه وتشد معايا لكن لازم اخدها عكس النسيج كده عكس. في اي تقطيع بقى هطلع بوفتيك هطلعها رؤية بالحجم ده كده هطلعها كباب حله باخد القطعه كده برده كده عكس النسيج برده كده. خليكي معانا. التكات دي يا جماعه لكل ست بيت مهمه جدا جدا في في في, في تقطيع اللحم حتى لو راحت عند الجزار تبقى حتى عارفه هي يعني تبقى هي نفسها هي اللي عارفه ايه هي بتاخد ايه وعارفه الجزار سواء شغال غلط او صح او ممكن يجيب لها اي قطع حمراء ولا دي وش فخده. انا اعرف ازاي بقى ان هي دي فعلا وش الفخده. احنا قلنا بقى جبنا وش جبنا شكل وش الفخده اهو اللي هو ده
ده الشكل بتاع وش الفخده. وش الفخده وريهم للكاميرا كده يعني. بصوا بصوا وش الفخده ده اللي فيه اللي هو فيه الخاصيه بتاعه العجل ده. بص الحته ده دي وش ده وش الفخده. فانا لما بطلع وش الفخده ده هو ده وش الفخده. تمام. لان ممكن هنا عند اي عميل بيخش في دماغه الجزار هو العجل كله فيه وشين فخده. هو كلهم قطعتين وشين يعني كله 10 12 كيلو في العجل كله. ممكن تخش عند الجزار اكتر من عميل يخش يديني وش فخده يلاقي ممكن يطلع ثلاث ارباع العجل كله هو وش فخده. لانه اي قطعه حمراء بالنسبه له ممكن العميل ما هو ما يعرفش. مش فاهم. هيديها له وش فخده. وبرده العميل عشان هو خلاص بقت في ثقافته ان هو عايز حته لحمه حمراء فهو اديني وش فخده. فالجزار بيطلع له اي قطعه حمراء بيقول هي دي وش فخده وده طبعا ده مش صح. عبد الرحمن بيساعدك في الجزاره؟ عبد الرحمن جزار كبير قوي يعني. هو طبعا في الدراسه. واحنا شايفين ما شاء الله. هو في الدراسه طبعا. انت في سنه كام يا عبد الرحمن؟ ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. بس طبعا بابا القدوه يعني المفروض هتطلع زيه واكيد طبعا تبقى. لا انا عايز يعني بس يهتم بتعليمه شويه طبعا لانه هو بسم الله ما شاء الله برضه يعني متفوق في تعليمه برضه شويه وهو كده كده بيساعدني في المحل يعني. ده عبد الرحمن هو الاداره يعني عندي في الشغل. ربنا يخليه لك. هو حابب المهنه. ما تقطع لنا حاجه كده يا عبد الرحمن كده ورينا كده. قطع لي قطع لي دي كباب حله كده يا عبد الرحمن. قطعنا كده بقى يا عبد الرحمن. انا الحلقه ليك انت يا عبد الرحمن النهارده. يا عبد الرحمن كباب حله كده. قولي ست البيت تقطعها ازاي. طب كباب الحله ليه مقاس معين ان انا ممكن اعمله ولا عادي على حسب رغبتي انا؟ لا يعني القطعه دي حسب رغبتك بس كباب الحله دايما عشان بسرعه يعني. بسرعه بقطع دي مثلا دي بقطع دي على اثنين. انا اقطع دي على اثنين يا عبد الرحمن. شيل بقى السكينه دي. بس وريها بقى للكاميرا كده. دي القطعه ما تزيدش عن دي. امسكها في ايدك يا عبد الرحمن وريها للكاميرا. القطعه ما تزيدش عن الحجم ده في كباب الحله يا جماعه. وممكن تقل كمان. يعني انا برضه حسب استخدامي انا ك يعني هي المفروض بتقل عن كده كمان. عشان انا وانا بسوي ما تاخدش معايا سوا بسرعه. درجه السخونيه بتخش على اللحمه بتسويها بسرعه. لان كباب الحله اعمل ايه تاني يعني غير الشاورما والحاجات دي؟ قطع لنا انت. قطع انت كامل. عايز انا عشان اخده انا في الاخر. تعالى شويه كباب حله بألف هنا بألف هنا. اعمل ايه بقى تاني؟ انا اهم حاجه بس اللي انا عايز اوصلها للمشاهد عشان برضو عشان هو يستفيد ان انا كل اللي طلع ده انا استخدمه ما ارمهوش. وما اخليش الجزار يستخدمه وما اخليش الجزار ياخده. دي حاجتي دي انا اولى بيها. ايوه دفع فلوسها. انا دافع فلوسها. بس انا في فرق لما اجي النهارده اقول له اديني كيلو لحمه زي كده هيدولي ب 150 جنيه 160 جنيه. دي ايه احنا قلنا ايه؟ دي ستيك ولا ايه؟ هي دي مش دي ستيك او بكاتا. كام الستيك عندك بقى؟ احرق برضه. الستيك عندي 140. احب احرجك يا ست كل ولا يهمك. انا اسعاري انا عندي صفحه على الفيس فالحمد لله اسعاري بحطها يعني يعني احنا برضو بس بندور قبل السابق بندور على الجوده. ايوه يعني ودي اهم حاجه اللي هي البلدي اهم هي حاجه عند ابو عبد الله. بالنسبه عشان الخطله عشان اسعارنا غير اي حد. الجوده الامانه. بالظبط ده من فضل ربنا يعني. الحمد لله. فاحنا انا عايز اقول للعميل او ست البيت انا استفيد بكل حاجه. بدل ما اخد كيلو لحمه ب 150 جنيه لا انا ممكن اخد الوش ده على بعضه هروح عند الجزار هيدولي ب 120 جنيه 130 جنيه. يعني تعمل لي كام وش الفخده دي كده؟ يعني من 5 ل 8 كيلو. يعني 5 كيلو ب 600 جنيه هطلع منها البوفتيك هاخد منها كباب الحاجه يعني 5 كيلو. انا عملت كل حاجه في بيتي. انا عامل عرض عندي ده انا عامله ب 550 جنيه اللي هو كيلو بوفتيك وكيلو كباب حله برده احمر هو وش الفخده ده كده. يعني الكيلو وقف معاه ب 110 هياخد برده كيلو البوفتيك هيقف عليه ب 110 هياخد كيلو كباب الحله احمر برضه هيقف عليه ب 110 هياخد كيلو المفروم برضه احمر برضه من نفس القطعه برضه ب 110 وكيلو سجق او كيلو برجر او كيلو كفته. يعني خمس منتجات كلهم لحوم صافي. الله. ب 110 كيلو 550 الله يا جماعه. ده العرض ده شغال عندي مستمر. مفيش يعني. مفيش عرض احسن من كده. كنت عامله ب 500 من حوالي اسبوعين ثلاثه بس في ارتفاع ف خلينا 550 يعني كان الاسعار كنا بنبيع اقل من كده كمان يعني. تمام. احنا عملنا لك النهارده قطعنا لك كباب حله. اهم حاجه النسيج وتكوني عكس النسيج. لازم يكون عكس النسيج. عكس النسيج. عملنا كباب حله. عملنا ايه تاني؟ بوفتيك. عملنا بوفتيك. عملنا بكاتا. عملنا الشاورما اللي برضو قلنا لك. عملنا الشاورما اللي كل الولاد بيحبوها وبيجيبوها من بره. احنا عملنا الشاورما اهو قطعناها لك اهي في البيت عشان ما يبقالكيش حجه. دي الشاورما اهي يعني هي طبعًا. وش الفخده هيطلع منها كل حاجه طبعا. انا عندي قطعه تانية هيبقى فيها نفس الحاجات دي. مثلا عندي السمانه دي ان شاء الله برضو يعني عشان وقت الحلقه ان شاء الله في كل حلقه ان شاء الله هنشرح قطعه. احنا كل مره يا جماعه تابعونا برضو عشان ابو عبد الله الجزار هيعرفك كل اسرار اللحمه. وطبعا احنا بنشكرك جدا جدا على المعلومات الجميله وخصوصا التكات الصغيره بتاعتك. لا يا ست كل حلقه هتلاقي تكات معانا مشاهدين بنات حواء كمان. ربنا يخليكم. بنشكر طبعا عبد الرحمن كان معانا و
نشوفك بقى الحلقه الجايه ان شاء الله. وحدتين بقى، اثنين هنا، واحده هنا واحده هنا، نجيب لك عايزين فخدتين، نجيب نعمل لكم مذبح هنا كمان وسلاخر هنا كمان، بس انتوا هاتوا لنا امكانيات. شكرا جدا يا ابو عبد الله، بشكركم جدا. حلقتنا خلصت بسرعه، اشوفكم الحلقه اللي جايه مواضيع جديده ان شاء الله. اشوفكم على أبو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا أطعم لحمة بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. أبو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمة مخصوصة لزبايننا الغاليين، والأوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 أمام مسجد المجمع الإسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال، تليفون 012-77-80-45-53. أبو عبد الله الجزار، أطعم لحمة وأحسن اختيار.